ملفات عالقة وخلافات شائكة، تعول بغداد وأنقرة على زيارة الرئيس التركي لوضع حل لها. الانفتاح الدبلوماسي على الخارج ومساعي حل الأزمات بين البلدين نتابعها مع أحمد ليث في هذا التقرير. المياه وتواجد حزب العمال الكردستاني في الإقليم واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وشراكة طريق التنمية. اهم الاجنده التي ستناقشها زياره الرئيس التركي الى العراق انقره وبغداد تسعى خلال هذه الزياره الى فتح صداقات جديده تؤطرها الاتفاقات الرسميه العراق يبحث عن بيئة إقليمية مستقرة ويبحث عن دور إقليمي مستقر وفاعل لذلك مسألة حزب العمال الكردستان مسألة في غاية الأهمية هناك توجه حكومي بالاتفاق مع الجانب التركي في احتواء أزمة حزب العمال الكردستان واحتواء خطر هذه الجماعات هذا من هذا الجانب الجانب الآخر أزمة المياه العراق يبحث عن توفير المياه من خلال توافقات واتفاقات اقتصادية مع الجانب التركي المحاور الزيارة تركز أيضا على طريقة التنمية طريقة التنمية واحد من أهم المواضيع التي سيبحثها الرئيس الأردوغان هذه زيارة تاريخية تعتبر الثانية بعد عام 2003 دور العراق المؤثر في المنطقه وانفتاحه الدبلوماسي واهميه تركيا ايضا وضع لا يتناسق مع حجم المشاكل والتوتر الذي تصاعد اخيرا اذا بقي من غير اتفاقات خصوصا على المستوى الامني بعد القصف والاعتداء التركي لعده مرات على اراضي شمال العراق في كردستان. حقيقه الزياره هي تاتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائيه بين العراق وتركيا حيث كان مقرر لهذه الزياره في شهر ايلول من العام الماضي لكن اجلت لاسباب من الجانب التركي الزياره تاتي لمناقشه كثير من الامور المهمه اللي حقيقه العراق وتركيا لابد لهم ان يتفاهموا عليها وبالدرجه الاساسيه موضوع المياه لقاء بغداد وأنقرة في هذا التوقيت يتحدث مطلعون عن أنه سيكون بداية لعلاقة جديدة تركية عراقية في أصعدة متعددة من شأنها أن تطور وتعمق روابط التعاون في كل الجوانب وعلى رأسها ملف المياه القائم دائما أحمد ليث بغداد قناة الرابعة